محمد بن يعقوب مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل. إذن نفتتح اليوم الدورة الثالثة لمهرجان الوطني لهواة المسرح، وهو المهرجان الذي أسسناه على مستوى وزارة الثقافة، وطبعا ربطناه بمدينة أسفي، وسنعمل بطبيعة الحال على تنظيمه سنويا، لأنه لولا توقف المهرجان بسبب الجائحة لكنا في دورة خامسة هذه السنة. على أي هذه السنة يعني نحن نعتبر نفسنا محظوظين، لأن لأول مرة يحظى هذا المهرجان بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبطبيعة الحال هذه الرعاية السامية التي حظينا بها ستدفعنا إلى المزيد من العمل، أولا من أجل تنويع فقرات المهرجان، وأيضا من أجل تطويره وجلب يعني كبار الممثلين وتنظيم الورشات وأنشطة موازية على يعني بمناسبة المهرجان. بطبيعة الحال هذا العمل نحن شرعنا فيه وسيظهر السنة المقبلة إن شاء الله. نقطة أخرى يجب أن أضيفها هنا هو أن هذا المهرجان منذ أول دورة ننظمه بالتعاون وبشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، والهيئة العربية للمسرح هي هيئة تعمل على المستوى العربي ومقرها في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتساهم كذلك ماديا في هذا المهرجان. إلا أن الهيئة العربية للمسرح قررت يعني أمام جائحة كورونا سبق لها أن قررت بأن لا تكون هناك، أن لا تشارك في أي أنشطة أو مهرجانات خارج الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو السبب الأساسي والوحيد لغيابها عن هذه التظاهرة. وفي الدورة المقبلة إن شاء الله ستكون حاضرة معنا، خاصة وأنها ستستأنف مشاركتها بالخارج ابتداء من يناير 2022، وذلك بمناسبة المهرجان العربي للمسرح الذي سينظم بالمغرب هذه السنة. بالنسبة لعطاء مدينة أسبي في مجال المسرح، أكيد هذه مسألة لا تناقش، هناك العديد من المسرحيين اللي هم أبناء مدينة أسفي واللي طوروا المسرح واشتغلوا فيه، والدليل على ذلك أن الفنان الذي تم تكريمه منذ قليل هو ابن أسفي، وكما ذكر في كلمته هذه 53 سنة وهو يشتغل بالمسرح، وهذا ولو غير مثل هذا الاسم الفني هو كافي بطبيعة الحال للاعتراف بأهمية المسرح بالنسبة لهذه المدينة. كذلك يجب أن نسجل بأن في هذه الدورة هناك فرقة مسرحية من مدينة أسفي يعني اللي بقت للمسابقة النهائية ضمن 8 فرق، وهذه طبعا أيضا مسألة مهمة ومهمة جدا. هذا جواب على أهمية مدينة أسفي. أما الجواب على الجائحة وتأثيرها على الفنانين، بطبيعة الحال تأثير جائحة كورونا على الفنانين يعني هو في العالم كله بطبيعة الحال هذا ناجم، وخاصة على فناني العرض الذين يحتاجون يعني الذين ينظمون العروض الحية والذين يحتاجون للتواصل مع الجمهور سواء في مجال الموسيقى أو في مجال المسرح. بطبيعة الحال التأثير كان كبير، ولكن ماشي غير في المغرب، كان تأثير على مستوى العالم. ووزارة الثقافة وزارة الشباب والثقافة والتواصل قامت بمجهودات كبيرة خلال هذه الفترة من أجل أن تحد من تأثير الجائحة، ولكن المجهودات كلها ما يمكنلاش توقف التأثير، طبعا تحد منه نسبيا، وذلك عن طريق تنظيم مجموعة من الأنشطة عن بعد، مجموعة من المهرجانات نظمناها عن بعد، واللي كان كيهمنا منها استطعنا في مجال الفنون الشعبية مثلا في خلال سنة 2021 أن وصلوا لأكثر من 3000 فنان اللي شاركوا في مهرجانات وتظاهرات رقمية، وهذا الرقم مهم يعني، وحنا نعلم بأن الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة كتبقى يعني رغم أن المجهودات المبذولة كتبقى يعني ضعيفة أمام الطموحات ديالنا والطموحات باش يمكن لنا يعني نحسنوا من وضع الفنان، وأيضا باش يمكن لنا نعملوا واحد التنشيط ثقافي مستمر على طول السنة وفي جميع المراكز الثقافية. هذا يعني معادلة صعبة، ولكن كتحتاج الإمكانيات وكتحتاج أيضا الأطور البشرية، والأطور البشرية على مستوى وزارة الثقافة كتنقص عام على عام، ولكن رغم ذلك هذا بطبيعة الحال كيدفعنا باش نقلبوا على حلول بديلة، وكيدفعنا باش نديروا مجهودات أكثر من أجل يعني توفير فرص الشغل للفنانين، ومن أجل أيضا هذا هو اللي دفعنا لوضع يعني للتفكير في وضع
استراتيجية وطنية من أجل إحداث صناعات وتطوير صناعات ثقافية ببلادنا. هذه الصناعات الثقافية هي اللي كفيلة بضمان يعني العيش الكريم للفنانين، لأن تطوير الصناعة هو تطوير ديال المجالات متعددة وخلق منظومة اللي كيكون فيها الإنتاج وكيكون فيها الاستهلاك، إنتاج عمل فني واستهلاك عمل فني من طرف الجمهور، وكيكون فيها مجموعة من الوسطاء والمتدخلين اللي بدورهم كيلعبوا داك الدور وكيعملوا أيضا على مستوى الكوميونيكاسيون والتواصل من أجل جلب الجمهور، من أجل تقديم المنتوج الثقافي اللي كينتظروا الجمهور المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.